صباح الخير من جديد حبيبة. صباح الخير زميلتي مديحة، صباح الخير مشاهدي قناة الشروق نيوز، صباح الخير لضيفنا الكريم الأستاذ جمال بوغزاطة مدير التكوين العالي بوزارة التعليم والبحث العلمي. أول ما نبدأ به حوارنا هذا سيد، نعم قبل ما نبدأ قبل ما تبدأ يعني تطرحي الأسئلة على الضيف، خليه لا بأس أنه يعلق على الحكمة. نعم، لا تفكر في الموجود أو في المفقود حتى لا تفقد الموجود. والله أظن حكمة بالغة، لأنه لو نبقى نفكر فيما فقدناه قد نبقى مرتبطين بالماضي وأمور كثيرة قد تمر علينا ولا يمكننا أن نتأقلم مع هذه المستجدات، وبالتالي المفقود أكيد يبقى دائما في اللاوعي الشعوري، لكن من حين لآخر يظهر للوجود، إلا أنه يجب أن نستمر في الحياة ونحقق ما نصب إليه. جميل، تفضلي حبيبة. بداية سيد بوغزاطة، هو نبدأ حوارنا هذا بالشكاوى التي تبلغنا كثيرا، وهي أغلب الناجحين في شهادة البكالوريا لا يظفرون بأول رغبة لهم في بطاقة الرغبات، وهناك من لا يحصل على الرغبة إطلاقا، هل من توضيحات في هذا الشأن؟ إذا بداية بعد بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لقناة الشروق نيوز على استضافتنا في هذا البلاطو، لأنه الحدث اليوم بامتياز هو شروع حملة شهادة البكالوريا في الانتهاء من المرحلة الأولى التي تنتهي اليوم، في انتظار معالجة الرغبات التي ستمتد من 31 إلى 7، في انتظار النتائج النهائية لعملية التوجيهات التسجيلات الأولية يوم 7 أوت مساء. ولو أن العملية تمت، لأن التسجيلات الأولية انتهت يوم 28 من الشهر الحالي، أقول لهم وأكدنا لهم مرارا من خلال الأيام الإعلامية التي تنظمت هذه السنة مبكرا يوم 11 و12 أفريل المنصرم، والأبواب المفتوحة الجارية اليوم والتي تنتهي غدا على مستوى المؤسسة الجامعية، أنه على حامل شهادة البكالوريا التردد إلى هذه الفضاءات لكي يدركوا المغزى من نظام التوجيه ويعرفونه جيدا ويطلعون على المعايير التي تتحكم في عملية التوجيه، والتي هي نؤكدها مرة أخرى توليفة بين أربع معايير أساسية. المعيار الأول هو رغبة حامل شهادة البكالوريا طبعا، المعيار الثاني هو نتائج البكالوريا التي تحصل عليها، المعدل، التقدير، وبعض نقاط المواد الأساسية. ثالثا قدرات الاستقبال لدى المؤسسات الجامعية، ورابعا الدوائر الجغرافية. هذه المعايير ستأخذها المعالجة المعلوماتية الآلية لبطاقة الرغبات، ويتم تصنيف حامل شهادة البكالوريا وفق بطاقة رغباتهم بالنظر وبأخذ بعين الاعتبار المعايير التي سبق ذكرها. وبالتالي دائما نقول لهم اطلبوا المستطاع حتى تطاع، إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع. إذن حامل شهادة البكالوريا عليه أن يطلع بروية وعن كتب عن كل المناشير وعلى دليل حامل شهادة البكالوريا، ليعرف ما هي أو ما هو موقعه ضمن النتائج الكلية للبكالوريا لهذه السنة، ليعرف أين يمكنه أن يتموقع بالنظر للمرحلة الحاسمة التي تتمثل أو تمثلت في اختيار رغباته الأربعة. وهنا الأمور تختلف من طالب إلى آخر، فحامل شهادة البكالوريا بتقدير امتياز نطلب منهم اختيارين ويلبى لهم اختيار من بين الاختيارين، الذي تحصل على شهادة البكالوريا بتقدير جيد جدا يملأ بطاقة رغبات ويضمنها ثلاث رغبات وتعطى له رغبة من الرغبات، باقي حاملي شهادة البكالوريا مطالبون بأن يضمنوا بطاقة رغباتهم أربع اختيارات على شريطة أن يختاروا على الأقل فرعا للتكوين أو ميدان تكوين في نظام الألمدي. قلتم بأنه على الطالب أن يختار المستطاع حتى يطاع، هل سجلتم حالات مثلا ناجحين في شهادة البكالوريا بمعدلات ضعيفة وطلبوا مثلا بالطب أو شعب أخرى؟ لا أظن اليوم الطلبة من سنة إلى أخرى بدأوا يستوعبوا نوعا ما نظام التوجيه، لأنه قد يتردد على المعدلات الدنيا التي أفرزتها المعالجة المعلومات للسنة الماضية لكي يحددوا ما هي
الفرص المتاحة لهم في ظل المعدلات المتحصل عليها هذه السنة. إذن أظن اليوم العائلات وحاملي شهادة البكالوريا يدركون جيدا أن هناك فروع هناك إقبال عليها كبير، ولما يكون الإقبال على فرع فحتما المنافسة تكون شديدة، ومقارنة بالأماكن البيداغوجية المسخرة فحتما المعدلات هنا أو المنافسة ستكون قوية، وبالتالي عليهم أن يراعوا كل هذه المعطيات حتى لا يفاجئوا في نهاية المطاف باختيار لم يخطر ببالهم إطلاقا. لذا نقول لهم أنه من الاختيار الأول إلى اختيار الرابع كل اختيار يجب أن يعطى له حقه حتى لا يفاجئ حامل شهادة البكالوريا أثناء الإعلان عن التوجيهات. كانت كاينة هناك ميزة أظن هذه السنة، أنه يعني حتى كي يختار من بين أربع خيارات في حال عدم قبول أي خيار عنده فرصة ثانية أنه يختار من جديد. لا نعم الأخت، أظن هذا السؤال تضمنته الأخت حبيبة في مداخلتها وسوف نفصله أكثر لما يحين وقته. نعم قبل هذا زميلتي مديحة، في اليوم هو على ما أعتقد آخر يوم بالنسبة للتأكيد في الرغبات. بالنسبة للمتأخرين سيد بوغزاطة، كيف ستتعاملون معهم؟ نعم شكرا على هذا السؤال الأخت حبيبة. أكيد اليوم هو اليوم الأخير من عملية تأكيد التسجيلات. في هذه العملية وأدعو من هذا البلاطو كل الذين تخلفوا عن عملية القيام بالتسجيلات الأولية بإمكانهم أن يتداركوا اليوم ويقومون بعملية التسجيل الأولي. ربما في هذه النقطة نخص بالذكر الأحرار. لا كل حامل شهادة البكالوريا، لا خاصة طلب الأحرار اللي ربما قاطعوا التسجيلات هذه السنة كثيرا. لا الآن بحوزته شهادة البكالوريا يعمل بها ما يشاء، أبواب الجامعة مفتوحة، الشروط للالتحاق بكل التكوينات محددة في مختلف المناشر. عليه الآن إن تردد أو لأسباب قاهرة ربما لم يتمكن من القيام بعمل التسجيل الأولي بإمكانه أن يتدارك اليوم. والذين ترددوا اختاروا لكن مع مرور الوقت ترددوا وغير مقتنعين بالاختيارات التي قاموا بها، في هذه المرحلة كذلك من البارحة واليوم بإمكانهم إعادة إدراج بطاقة رغبات ثانية على أن تحسب البطاقة الثانية التي أدرجت وتلغى بطاقة الرغبات الأولى. وبالتالي أدعو حاملي شهادة البكالوريا الذين هم في هاتين الحالتين ألا يضيعوا الفرصة ويستدركوا ما فاتهم والقيام بعملية التسجيلات الأولية. نعم نعود إلى السؤال اللي طرحته زميلة مديحة، وهو إعلان الوزير مؤخرا عن إلغاء الطعون واستبدالها ببطاقة رغبات ثانية. كيف يتعامل مع البطاقة رغبات الثانية؟ هل ستكون هناك بنفس الحدة اللي تعاملتوا مع البطاقة الأولى؟ هل يتم اختيار أحد الرغبات التي يؤكد عليها الطالب؟ أكيد أظن في إطار التحسين المستمر لنظام التوجيه الجامعي والذي بدأ أنه أظن منذ سنتين، وما زال القطاع يعمل لتحسين هذا النظام التوجيهي من أجل رفع نسبة الرضا لدى حاملي شهادة البكالوريا وحتى أوليائهم. ارتأينا هذه السنة استثناء أن أولا مسألة الطعون كمصطلح ألغي من قاموس التعليم العالي، لأن الطعون كما كانت تتم في السابق لم تكن طعونا بأتم معنى الكلمة. إذا اليوم عوض أن تقترح المعالجة المعلوماتية لحامل شهادة البكالوريا الذي لم يحصل على أي اختيار من الاختيارات الأربعة، في السابق كانت المعالجة المعلوماتية تقترح عليه فرع فيما بعد يا إما يقبل أو يرفض. لذا قضية الطعن في هذه المسألة غير واردة. قلنا اليوم من أجل تعظيم فرص الرضا نعطي فرصة ثانية لعملية تسجيل أولي ثانية بنفس الطريقة التي تمت عليها العملية الأولى، ولكن في هذه المرحلة المعدلات الدنيا أصبحت محددة. حامل شهادة البكالوريا اليوم على علم بكل شروط الالتحاق بفرع أو بميدان تكوين من ميادين التكوين المتوفرة على مستوى مؤسسة التعليم العالي. إذن اليوم هو على بينة من أمره، وبالتالي إذا أراد أن يملأ بطاقة رغبة الثانية بأربع اختيارات عليه أن يراعي دائماً أحكام المنشور الوزاري رقم 4. نعم. وكذلك يراعي المعدلات الدنيا، يراعي المعدلات الدنيا التي أفرزتها المعالجة المعلوماتية لبطاقة الرغبات للعملية الأولى. إذن الأمر ميسر له الآن. نعم. فقط نقول له أنه هذه العملية أو الفرصة الثانية لا تعطى لكل حامل شهادة البكالوريا، تعطى لثلاث حالات فقط، هم
الذين لم يحصلوا على أي اختيار من الاختيارات الأربعة أو ما يسمى بالاختيار صفر، الذين وجهوا إلى فرع مشروط بإجراء مقابلة شفوية أو اختبار أمام اللجنة وأخفقوا، هؤلاء معنيون بالعملية الثانية هذه، والذين تم توجيههم إلى اختيارهم الرابع لكنهم لم يرضوا بهذا الاختيار، هنا تعطى لهم فرصة إن أرادوا القيام بعملية ثانية، وهؤلاء سيضيعون الاختيار الأول الذي وجهوا إليه في بالنسبة لاختيارهم الرابع. هؤلاء الأصناف الثلاث هم المعنيون بالفرصة الثانية أو ما يسمى بعملية التسجيل الثانية التي تعطى لهم في خلال الفترة الممتدة من أظن من 13 إلى 12 أوت القادم. نعم، هناك العديد من الطلبة الأحرار ممن أعادوا اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا وتحصلوا على معدل أدنى من السابق، كيف تتعاملون معهم؟ ونعلم أن اليوم هو آخر يوم لتأكيد التسجيلات، الأكيد أن الأغلب رفض التسجيل، هل لما سجلش اليوم سيضيع فرصة التسجيل؟ لا أظن الحالات هما حالتين، عادة بعد أن تتم عملية التسجيلات الأولية ربما سيعلن عن النسب المئوية للذين قاموا بعملية تأكيد التسجيلات، لكن عادة لا يمكن لكل حامل شهادة البكالوريا 276,391 القيام بعملية التسجيلات الأولية، لأن هناك دائما تبقى نسبة ولو نسبة ضئيلة جدا ممن لا يقومون بهذه العملية. أظن هناك ثلاث أسباب، السبب الأول فئة منهم أعادوا، هم مسجلون في الجامعة لكنهم أعادوا البكالوريا مرة ثانية رغبة في تحسين معدلاتهم والظفر بالرغبات الذين يحبدونها ولم يتمكنوا من ذلك، هؤلاء وربما هذه الفئة اللي راح تقاطع التسجيل بنسبة أكبر. لا نسميها مقاطعة، الطالب قلت لك راه مسجل في الجامعة في ميدان أو في فرع. لا نحكي على هذا السنة أستاذ. لا هذه كل السنوات الفارطة هي تقريبا نفس السيناريو يتكرر، هناك كثير من ماشي الكثير النسبة قليلة ممن لهم رغبة جامحة في مثلا تخصص الطب وقد يكرر البكالوريا مرتين ثلاث مرات، في بعض المرات جانا طالب إلى الوزارة مكرر البكالوريا سادس مرة للظفر. العزوف والانتفاضة اللي قام بها يعني الأحرار من خلال خروجهم في احتجاجات ربما هذه السنة كانت ملفتة للانتباه مقارنة بالسنوات الماضية. لا أظن نحن شوف هذا الأمر، احنا كتعليم عالي نستقبل حاملي شهادة البكالوريا اللي هم اليوم 276,391، هؤلاء نرحب بهم في رحاب التعليم العالي ونضمن لهم مقعدا بيداغوجيا وفق المعايير التي ذكرتها سلفا وهي الأربع معايير. إذن هؤلاء مدام معدلهم لم يرقى إلى طموحاتهم سيحجمون على القيام بهذه العملية، وهناك فئة أخرى تفضل أو تحبد التسجيل في مؤسسات للتكوين العالي خارج قطاع التعليم العالي وهناك ربما فئة قليلة وقليلة جدا ممن لم يلتحقوا أصلا أو ممن لم يقوموا أصلا بعملية التسجيلات الأولية، ولو أنه اليوم ما دام العملية على الخط حصريا لا عذر لمن يتخلف عن هذه العملية. إذن هؤلاء الأصناف الثلاث هم الذين عادة ما يشكلون نسبة 1 إلى 2% ممن لا يقومون بعملية التسجيلات الأولية والتوجيه بالنسبة للعنوان السنة الجامعية 2018-2019. نلاحظ أنه أغلب الأحرار الذين يعيدون اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا هو من أجل الظفر بتخصص الطب، هل بإمكانك تحدثنا عن عدد المقاعد التي تخصصها الوزارة سنويا لهذه الفئة؟ لا أولا مسألة نعم هي في نهاية المطاف الالتحاق بالتكوينات في الجامعة تخضع لمعادلة العرض والطلب، العرض والطلب. لا يخفى على الجميع أن مسألة العلوم الطبية هي مسألة يتحكم فيها قطاعين اثنين، هناك قطاع الصحة وقطاع التعليم العالي، وكل سنة تحدد عدد المقاعد المخصصة لهذا الفرع، وبالتالي حسب الأماكن المخصصة سيتم التنافس على هذه الأماكن بالنظر إلى الشروط والمعدلات التي حددت في منشور تكميلي وأعلن عنه السيد الوزير، بحيث أنه كل حاصل على معدل
شهادة بكالوريا يساوي أو يفوق 15 من 20 بإمكانه أن يترشح. يترشح يجب أن نوضح للمستمعين. يترشح ويدخل في الترتيب حسب المعادلة التي قلتها، عدد الأماكن المتوفرة، ويتم ترتيبه إلى أن نصل إلى معدل أدنى تفرزه هذه المعادلة، والمعدل الأدنى هو الذي يحدد في نهاية المطاف. إذن ليس كل من نال شهادة البكالوريا بمعدل 15 من 20 بإمكانه الالتحاق بالعلوم الطبية؟ لا، اللي عنده 15 يشارك في الترتيب. نعم. يشارك في الترتيب، ولا تعني المشاركة في الترتيب أو لا يعطي هذا المعدل الحق آليا للالتحاق بهذه الفروع الطبية. نعم، نلاحظ أيضا سيد بوكزاتا أنه من سنة إلى أخرى يتم رفع معدلات أو تخفيضها، على أي أساس، على أي معيار تعتمدون في هذا المجال؟ مثلا هذه السنة علوم الصحافة والإعلام بالمدارس الوطنية العليا وصلت إلى حد 14 من 20. لا، 14 من 20 في علوم الإعلام والصحافة بالنسبة للمدرسة. نعم، المدارس الوطنية العليا، لأن هناك مدرسة وطنية عليا للإعلام والصحافة. وكما تعلمين الأخت حبيبة، الالتحاق بالمدارس غير الالتحاق بالجامعات. من خصائص المدارس الوطنية أو المدارس العليا أنه عدد الأماكن محدودة. بما أن عدد الأماكن محدودة والطلب كبير، فحتما هنا المعدلات في بعض الأحيان ستكون مرتفعة، ولو أنه ربما هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية تقريبا هي نفس المعدلات التي تم العمل بها هذه السنة، لا سيما بالنسبة للطب، ما عدا ربما المدارس العليا للأساتذة تم الرفع من المعدلات، لكن ارتفاع طفيف لا يؤثر، من 14 السنة الماضية إلى 14.5 هذه السنة، ويجد تبريره هذا الارتفاع الطفيف لأنه اليوم نكون حسب الطلب وحسب احتياجات قطاع وزارة التربية الوطنية، وبالتالي لا يمكننا أن نكون فوق هذه الاحتياجات حتى لا نعرض طلبتنا إلى مشاكل في التوظيف، لا سيما وأن وزارة التربية الوطنية حددت احتياجاتها من حيث الطور ومن حيث الشعبة، وحتى في بعض الأحيان ذهبوا إلى حتى الولاية، وبالتالي سلم لنا هذا المخطط الاستشرافي في آفاق 2030، وعلى مؤسستنا وأساسا المدارس العليا للأساتذة أن تراعي هذه الاحتياجات وتكون حسب طلبات أو حسب الاحتياجات التي عبرت عنها بوضوح وزارة التربية الوطنية. نعم، الأكيد أنه نشوف أن الطالب اللي ما يحصلش على الرغبة تاعه ما يقدرش يمد أكثر في الجامعة، تكون هناك حالات للرسوب. إذا كان بممكن تفصيل في هذا الشأن، تحدثنا عن الرسوب في الجامعات. أكيد اليوم أظن ككل منظومة تعليمية هناك النجاح وهناك الرسوب وهناك التخلي. هم يعرف بلا ديبرديسيون سكولار أو التسرب المدرسي، التسرب الجامعي. هنا تدخل عدة عوامل، عوامل اجتماعية، عوامل اقتصادية، عوامل نفسية، لكن ربما من بين هذه العوامل، والقطاع يولي أهمية كبيرة لهذه الظاهرة، ولهذا السبب قمنا بدراسة أولية ثم أتبعناها بدراسة أكثر شمولا، ويسايرنا أو يرافقنا في هذا الإطار مركز بحث اللي هو الكخياد، مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي والتنمية، من أجل الوقوف عن كتب عن الأسباب الكامنة وراء الرسوب. ولو أن النسب هنا اليوم تناقلت الصحافة أو تناقلت وسائل الإعلام نسب ربما فيها تضخيم وفيها تهويل، نقول أن الظاهرة موجودة في المؤسسات الجامعية، القطاع اليوم عاكف على دراستها، بما أن وسائل الإعلام ضخمت النسب، وسنوافي ربما الرأي العام بالنتائج النهائية لهذه الدراسة ممكن في مع الدخول أو مع مطلع الدخول الجامعي المقبل. وهنا أتكلم عن ربما سوء التوجيه أو عدم الاختيار، الاختيار الصائب، كذلك عدم التأقلم مع الوسط الجامعي والمرافقة لهذا الطالب الجديد الذي جاء من مجال يتميز بالصرامة ويتميز بنوع من الانضباط إلى وسط جامعي يمتاز بأنه مفتوح، وعلى الطالب أن يحسن استغلال وقته البيداغوجي، كذلك من حيث ربما البرامج، كذلك اللغة قد تلعب دورها، وكل هذه العوامل وأخرى
يتم الإلمام يتم الإلمام بها من خلال الدراسة، والغرض من هذه الدراسة هو إيجاد السبل لمعالجة هذه الإخفاقات أو ما يسمى بالرسوب الجامعي. ولو أننا بدأنا في بعض أو في إدخال بعض التحسينات من أجل تفادي هذه الرسوبات، مثلا لا يمكن أن ندخل أو نختار ميدان علوم وتكنولوجيا ونحن في مستوى الرياضيات أو على مستوى الرياضيات الطالب ضعيف جدا. إذن في السنتين أظن المنصرمتين أدرجنا شرطا إضافيا يتمثل في حصول الطالب على الأقل على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 في الرياضيات، وهكذا دواليك بالنسبة لباقي الميادين في علوم المادة. نقترح كذلك أو نطلب أن يحصل الطالب في شهادة البكالوريا على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 في الفيزياء. في اللغات الأجنبية نفرض أن يحصل على الطالب على علامة في اللغة التي يريد التسجيل فيها على الأقل معدل يساوي أو يفوق 11 من 20. وفي الإعلام الآلي أو رياضيات وإعلام آلي نفس الشيء، نقترح علامة للرياضيات، وهكذا شيئا فشيئا من أجل الإصلاح، من أجل أن ندخل إصلاح أو علاج هذه الدائرة. عندما قال اللغة حبيبة، لأنه للأسف نظامنا التعليمي يعني فيه بعض الثغرات، من بينها أنه التلميذ يدرس ابتدائي باللغة العربية، يعني معظم المواد بالعربية، المتوسط معظم المواد بالعربية، الثانوي معظم المواد بالعربية، كي يطلع لبعض التخصصات في الجامعة تكون كل الوحدات بالفرنسية أو بلغة ثانية. هنا راح يصطدم ربما ببعض لا والله راح يرسم لا أكيد راح يرسم لا لا لا, لا, لا نحمل الرسوب كله لسبب اللغة، لأنه أظن كلنا جئنا من المدرسة الجزائرية. أتذكر أننا كنا أول دفعة معربة في العلوم الاجتماعية، لكننا بالنظر إلى البرامج التي كانت آنذاك وبالنظر لمرافقة الأساتذة وبالنظر للمراجع كنا نراجع في اللغتين، وفي نهاية المطاف أصبحنا نحسن اللغتين الفرنسية والعربية بامتياز. وقتكم هذا الوقت لا نعم وقتنا ووقت والوقت الحالي هناك تغييرات كثيرة. الإشكال نعم أشاطرك الرأي الأخت، هو العلاقة التي يقيمها الطالب اليوم بالمعرفة. الإشكال هنا كله ما هي طبيعة العلاقة التي يقيمها طالب اليوم بالمعرفة، لا سيما مع التأثير الواضح اليوم لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بحيث كل شيء مرقمن، كل شيء جاهز. في بعض الأحيان الطالب لا يبني معارفه بقدر ما يلتجئ إلى ما هو جاهز ويأتي به هكذا، دون تمحيص، دون أخذ ورد، دون فكر نقدي، دون بعد نقدي، وهذا ما يحتاج إليه طالب اليوم. إذن مسألة اللغة بما أن ما يسمى عامل نعم. أكيد عامل اليوم يدخل في الحسبان. وهنا على المختصين في تعليميات مختلف العلوم أن يراعوا هذه المسألة ويحاولون تكييفها في إطار تصميم البرامج البيداغوجية، لا سيما فيما يخص الوحدات ذات الصلة بالترمينولوجي أو ما يسمى باللغة العربية، نسيت المصطلح، لا 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 يبسطون له، لأن اللغة كل علم مبني على مصطلحات، على مصطلحات يكتفي فقط الطالب أو عليه أن يسيطر على هذه المصطلحات، ثم يصيغ هذه المصطلحات في جمل مفيدة وبسيطة من أجل التعبير على فكره. لكن كما قلت الأخت، اللغة عامل من عوامل هذا الرسوب، سيتم دراستها عن كتب، ونحاول تقديم المعالجات أو العلاجات المناسبة في حينها. نعم. إذا كان ممكن أرقام تقريبية أو نسب تقريبية بالنسبة للرسوب الجامعي، بما أنك تقول وسائل الإعلام فيه تهويل وتضخيم للنسبة، بصفتك ممثل عن الوزارة، سبق لي أن أعطيت نسبة من النسب. مثلا نسب النجاح والرسوب والتخلي تختلف من المركز الجامعي إلى الجامعة إلى المدارس العليا إلى المدارس العليا للأساتذة. نسبة النجاح في المدارس العليا للأساتذة 81.3، نتائج جزئية أولية. نسبة النجاح في المدارس العليا 66.5، نسبة الرسوب 18.9، ونسبة التخلي 14.6. في المراكز الجامعية
ربما نعم النجاح هو 59.6% ونسبة الرسوب 24.1 ونسبة التخلي 16.3. الآن لو نأتي إلى الميادين نجد أنه في ميدان أدب ولغات عربية نسبة النجاح 82.4. في العلوم الطبية مثلا وبالتحديد في الطب نسبة النجاح 89.5% ونسبة الرسوب 7% ونسبة التخلي 3.4. بالنسبة لطب الأسنان نسبة النجاح 71.4 ونسبة الرسوب 22.6. في الصيدلة الفرع الثالث نسبة النجاح 64.9% ونسبة الرسوب 26.4. ولو أنه نذكر هذه النسب مهما كان 20% أو 26% نسبة تستحق أن نتوقف عندها من أجل لكن هل ترون أن النسبة كبيرة في المراكز الجامعية؟ تقولون بأن نسبة النجاح 59% وما بين التخلي والرسوب أكثر من 41%. أين هو الخلل سيد؟ لا في بعض الأحيان الطالب تعلمون اليوم لظروف أو لأخرى قد يتخلى عن الدراسة، ممكن في بداية مشواره أو في وسط مشواره لأسباب هنا الدراسة ستقف عنها، لأنه قد أقول لك أنني في ضمن عائلة محتاجة ربما قررت أنني أذهب لأبحث على وظيفة وضع اجتماعي والوضع الاجتماعي كما تعلمون يخلي الطالب يترك المقعد البيداغوجي ويروح لعالم الشغل. علاش ما نديروش إصلاحات نحولوا البكالوريا من أكاديمية إلى مهنية، شهادة مهنية، وش رأيك؟ يعني ألم يحن الوقت؟ لا أظن هذه الورشة مفتوحة، وزارة التربية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وكذلك وزارة التعليم والتكوين المهني تم فتح هذا الملف والمشاورات جارية، ولما يحين وقت هذا الملف سيفتح ويعرض للسلطات العليا من أجل المصادقة عليه. نفكر ماليا حتى في التعليم العالي، شغلنا الشاغل اليوم هو تحسين تشغيلية الخريجين، لذا كل عروض التكوين أو أصبحنا نحث مؤسسات الجامعية على أن يقدموا عروض تكوين ذات بعد تمهيني بالاشتراك مع القطاع الاقتصادي والاجتماعي وبالتعاون أو بمشاركة أو بالاستنجاد بالتعاون الدولي. في هذه السنة مثلا اقترحنا 11 عرضا تكوينيا في إطار ما يسمى بالبناء المشترك لعروض التكوين ذات تشغيلية عالية مع القطاع الاقتصادي ومع الشريك الأجنبي، يشاركوننا ويرافقوننا من أجل وضع حيز تنفيذ هذه الأمور. واليوم مسألة التشغيلية أظن كل القطاعات توليها أهمية، ونحن في عمل دائب مع وزارة العمل في برنامج يسمى التطابق تكوين وشغل وكفاءات مهنية. دونك سي لا ديكواسيون فورماسيون امبلوا كاليفيكاسيون، برنامج يسمى بافاق، وبرنامج اخر ثاني يسمى بكوفي، سي لا كو كونستركسيون دي زوفر دو فورماسيون ا فورت امبلويابيليتي. ناهيك عن التقليد الذي بداناه منذ 3 سنوات او ارى اكثر، وهي ما يسمى بالمعاهد العلوم والتكنولوجيا التطبيقيه التي اصبحت موجوده في 7 مؤسسات جامعيه وتقدم عروض تكوينيه تمهينيه تم بناؤها بمشاركه القطاع الاقتصادي والاجتماعي. ناهيك عن ما يسمى اليوم بكل الاجهزه الخاصه بدعم تشغيل الشباب من خلال بيت المقاولاتية التي بدأت تنتشر في كل مؤسساتنا الجامعية. لأن اليوم منظورنا أو تصورنا للطالب الجامعي هو ذلك الطالب الذي يكون هو المولد لمناصب شغل وليس طالبا أبديا لمنصب شغل. نعم، إلى جانب التخلي عن الدراسة هناك ظاهرة أخرى سيد بوغزاتا، وهي تخلي الطالب عن شهادته في الجامعة، ما يحوش على الدبلوم تاعه أو شهادة النجاح المؤقتة. لماذا هذه الأسباب؟ هل هو راجع إلى طول أو إلى المدة التي تستغرقها الجامعة في منح الدبلوم النهائي أم إلى ماذا؟ لا أظن لا يمكن أن نجزم هكذا. طالب قضى 4 سنوات أو 3 سنوات وفي بعض الأحيان 5 سنوات إذا ما أخذنا طور الليسانس والماستر ويتخلى هكذا بسهولة عن لا، ربما سؤالك هو أنه الطلبة
قد لا يقبلون على طلب شهادتهم النهائية، لكن الشهادة المؤقتة مطلوبة من طرف القطاعات الاقتصادية أثناء التقدم أو الترشح لأي وظيفة من شغل منصب شغل، لكن الشهادة النهائية فعلا في بعض الأحيان بالنظر لطبيعة الشهادة والورق الذي تستخرج منه هذه الشهادة المستعمل هو ورق خاص تسلمه لنا إدارة البنك المركزي، إدارة البنك المركزي. لكن مع التجارب السابقة أدركنا اليوم أنه ضرورة أن نعيد تغيير. لازم تشوفي المراحل اللي يمر عليها الطالب باش يتحصل على الشهادة النهائية. والله اليوم الأخت أظن لا في بعض لا تختلف الأمور. أنا نحكي شخصيا، لا تختلف من جامعة إلى جامعة أكيد. تحت التعدادات الطلابية الكبيرة تصوروا عندنا 370 ألف خريج سنويا، في بعض الأحيان هناك ضغط خاصة على لا اليوم أظن في إطار تقريب المرفق العمومي وتحسين الولوج إلى المرفق العمومي، إحدى القرارات التي اتخذها القطاع هو أننا سنعمل بلا مركزية منح الشهادات. الشهادات كلها ستمنح وتمضى من خلال التفويض الذي أعطاه السيد الوزير لكافة مدراء المؤسسات الجامعية لإمضاء مختلفي الشهادات الجامعية، وحتى نمط وطبيعة الشهادة سيتم النظر فيه ويتم تغييره حتى تصبح العملية سلسة، وبالتالي في إطار لا مركزية الإجراءات الإدارية سيقوم القطاع ابتداء من الدخول الجامعي المقبل على لا مركزية هذه العملية، وأظن سيتم حل الإشكال. ربما داخليا أستاذ إلى توافقني الشهادات المؤقتة معمول بها في بعض المؤسسات، لكن إلى حبيت تكون يعني هناك مناصب عمل خارج البلد يطلبوا لك النهائي. النهائي التوثيق. التوثيق تكون موثقة، تكون من طرف الوزارة أكيد. هنا ربما المجريات خاصة إذا كان عندك وقت ضيق يعني لازم تكون الطريقة سلسة كما تفضلت. والله أظن هناك اليوم مديرية فرعية قائمة بذاتها، وربما يختلف الأمر كما تفضلت من وزارة من 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 جامعة إلى جامعة. لا لكن اليوم من خلال التوصيات التي أعطيت لرؤساء المؤسسات الجامعية خاصة في الندوة الوطنية الأخيرة للجامعات من أجل التعجيل بمنح الشهادات للخريجين ليتسنى لهم الترشح في من يذهب إلى عالم الشغل، في من يريد مواصلة الدراسة. واليوم كل مؤسسات الجامعية مدركة لهذا الأمر، وحتى لا يتم ربما حتى لا أقول معاقبة أو حرمان طلبة من حقهم وهو حق مشروع الحصول على شهادتهم في الوقت المناسب لكي لا يضيعوا بعض المناسبات لا سيما كالترشح إلى. لكن ذكرت فقط نقطة عندها علاقة بالزمن كذلك النهائية، ربما لازم يفوت على تعليمك خمس سنوات. لا لهذا الغرض خمس سنوات تقريبا. لماذا خمس سنوات؟ لا خمس سنوات لو ننظر إلى التنظيم المعمول به لأن نجد مادة صريحة تقول أنه الشهادة النهائية تسلم بعد خمس سنوات. هو إجراء، لكن هذا واقع إجراء تم العمل به بالعادة بالنظر للمشكل المطروح في قضية تزويد القطاع بهذه الشهادات النهائية. نوعية الورق الخاص. أستاذ كي تروح تجيب ولا تطلب شهادتك النهائية يسقسيك يعني العامل يقول لك شحال عندك ملي تخرجت. لا لكن أصبحت هكذا جرت العادة على التشبث بهذه المدة، لكنها قانونية. غير قانونية غير موجودة أصلا. الإشكال في صعوبة إيجاد هذا الورق الخاص من أجل إعداد الشهادة النهائية. أظن الإشكال سيحل منذ الدخول الجامعة المقبل سيتم تغيير نوعية الورق مستقبلا بالنظر للإجراءات التي اتخذها القطاع في مسألة إعداد الشهادة كشهادة وفي مسألة تسليمها. نعم نعود ونتحدث سيد بوغزاطة إلى المنح الجامعية، لما تعطى الأولوية فيها لمنحها؟ أظن لستم مؤهلا للكلام والتفصيل في هذا الأمر لأن الأمر يتعلق بالخدمات الجامعية. النصوص واضحة في هذا الشأن سواء بالنسبة للمنحة أو بالنسبة للنقل أو بالنسبة للإيواء، التنظيم واضح. نعم. لمن يستفيد من هذه المنحة وفق ملف خفيف جدا يقدمه حامل شهادة البكالوريا في أثناء عملية هذه التسجيلات، ولا سيما أن هذه السنة سيتم توسيع الاستفادة من الخدمات الجامعية عبر الخط. بعد أن تمت السنة الماضية طلب الإيواء عبر الخط، اليوم ستوسع هذه العملية لتشمل المنحة والنقل. نعم
نتحدث أيضا عن هجرة الأدمغة في عجالة إذا كان ممكن، هل هناك إحصائيات عن الجزائريين الذين بعد دراستهم يفضل يروح للخارج ما يحبش يخدم في بلاده، هل هناك من أرقام وإحصائيات نهائية؟ والله ليست بحوزتي أرقام، وأقول لك اليوم الأخت اليوم هناك سوق دولي للكفاءات، حتى مسألة الهجرة اليوم أصبح لا معنى لها، لأنه اليوم كل المبدعين وكل المخترعين وكل العلماء يضعون سيرتهم الذاتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الانترنت، ويقدمون خدماتهم لمن يتقدم أو لمن يريد الاستفادة من هذه الطاقات. اليوم أكيد عندنا أدمغة في الخارج، اليوم مسألة كيف يعودون وكيف نرجعهم إلى البلد أظن إشكالية فاتها الزمن. كيف اليوم الإشكال كله كيف نجعل من هؤلاء الأدمغة ومن من هما مقيمون في الخارج يساهمون في المجهود الوطني للتنمية، ولو اليوم كانوا عن بعد، ولو عبر ما يسمى اليوم بالفيزيو كونفرنس، ولو عبر الخط، ولو عبر التكنولوجيا وما أتاحته من تقريب الفضاءات الدولية. نعم، نعود إلى مشروع قانون كان في عرضه وزير القطاع في وقت سابق، وهو يعطي الأولوية في التوظيف لخريجي المدارس العليا دون المراكز الجامعية، لماذا سيد بوكزاتا؟ الأولوية في التوظيف تكون لخريج أي أولوية؟ لا، كان في مشروع قانون عرض على مجلس الوزراء على ما أعتقد ما قبل نهاية السنة الماضية. لا والله لم أسمع بهذا المشروع. مسألة أولوية التوظيف تتكلمين على المدارس العليا للأساتذة؟ كافة المدارس العليا والمعاهد كان فيه أولوية، أنا طلعت على هذا المشروع وفيه الأولوية في التوظيف تكون لخريجي المدارس الوطنية العليا دون المراكز الجامعية. أولا نشوف مسألة التوظيف الأخت، يجب أن نكون صراحة. قضية التوظيف اليوم سوق الشغل هو الذي يعطي الميزة للمدرسة أو للجامعة أو للمركز الجامعي، سوق الشغل هو الذي يفرز ويبرز ويميز بين مختلف الكفاءات. هناك مدرسة ربما خرجوها أو منتوجها محبد من قطاع من القطاعات، هناك مؤسسة أو قطاع يحبد خريج الجامعة في ملمح معين من ملامح التكوين، وهكذا. اليوم لا يمكن أن نفرق ونقول تعطى الأولوية في التوظيف للمدارس العليا أو للجامعات أو للمراكز الجامعية. سوق الشغل في نهاية المطاف هو الذي يفرز ويبين ما هي الكفاءات التي هو في حاجة إليها. لذا اليوم الشغل الشاغل هو كيف نحاول أن نقرب أو نجعل من هذه التكوينات تتلائم والاحتياجات لا احتياجات السوق في مجال الكفاءات. والكفاءات كما تعلمين الأخت تتطور باستمرار. في وقت من الأوقات كانت الصحافة تحتل الزخم بالنظر للتعددية والتفتح الإعلامي، لكن في مرحلة معينة يأتي وقت أين يتشبع هذا القطاع، وبالتالي تشبع القطاع يفرض علينا أن نقوم بعملية إعادة تحويل لا ريكونفيرسيون دو سو ديبلومي من أجل أن يجد ربما مسارا آخرا يثبت قدراته وجدارته، لأنه بينت التجربة أنه العامل في مساره المهني قد يغير من مسارين إلى ثلاث مسارات طوال مساره المهني، لأنه المعارف تتجدد، المهن قد تزول وتبرز مهنا أخرى. اليوم ما هي قدرة الجامعة اليوم على أن تتأقلم مع هذا التحول في مجال المعرفة؟ نعم، إذا زميلتي حبيبة شكرا جزيلا لك على هذه الأسئلة، والشكر موصول للضيف الكريم على الإجابة وإعطاء التفاصيل، السيد جمال بوكزاتا مدير التكوين العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ما عندك ولا إضافة أستاذ؟ لا، إضافتي هو أنني أطمئن حامل شهادة البكالوريا أن التسجيلات تتم حسب الرزنامة المسطر لها. بقي يوم غد أظن اليوم 30 تنتهي الأبواب المفتوحة، يستغلونها تمام الاستغلال، ومرحبا بهم في رحاب اليوم. رانا 30 اليوم 30 اليوم. نعم، تنتهي الأبواب المفتوحة. شكرا. نعم، وشكرا جزيلا لك.